بسم الله الرحمن الرحيم. This is Khaled.y.zaki channel on YouTube. ودرس النهاردة using استخدام neither nor. طبعا neither nor دول negative، دول أدوات ربط نفي للجمل المنفية. neither nor، neither هنا capital letter، لو جت في أول الجملة الجملة وراها بتتشقلب صيغة سؤال، يبقى neither followed by question form، ونور زيها برضو يجي وراها صيغة سؤال، يبقى neither ونور شكل الجملة وراها متكرر، شكل الجملة بعد neither يتكرر بعد نور، ونور في أول الجملة بيجي وراها neither ونور في أول الجملة بيجي وراهم الاثنين question form. طيب هناخد الاكزامبل الاول. He doesn't listen carefully, he doesn't study. لو عايزين نربط الفكره دي، اول حاجه دي فكره نيجاتيف، نيجاتيف منفيه، عندك doesn't خلاص دي نيجاتيف. لما اكون عايز اربط فكرتين بنيجاتيف هي كلمات الربط neither nor. لو neither nor مش في اول الجمله هقول he neither، أشيل بقى doesn't لأن neither already negative. He neither listens carefully جاية مع listens nor studies. طبعا هي هتبقى listens و studies عشان هي بتدي الverb في present s، يبقى هي neither listens nor studies. يبقى خدوا بالكم nor نوع الكلمة قبل nor يتكرر بعد نور. listens verb و studies verb. اوكي مهم قوي تعرف الحتة دي، يعني verb plus نور plus verb. لو هجيب neither في اول الجملة تبقى followed by question form، اعمل بقى صيغة سؤال، طبعا مفيش not لان neither already جوه معناها في معنى كلمة not، يبقى neither does he listen carefully nor does he study. يبقى neither عملنا وراء صيغة سؤال does he listen، طبعا does بتشيل الاس من listen، nor does he study نفس الطريقة. يبقى خدوا بالكم في ال correct mistake وال multiple choice، طبعا دي من الجمل اللي انت لو مش واخد بالك منها ومش فاكر ال structure التركيبة صعبة انك تحلها. neither وراها صيغة سؤال يبقى نور أيضا وراها صيغة سؤال، يبقى لو جاب لك نور وراها صيغة سؤال وجاب لك في multiple choice neither في الأول ولا لأ، تبقى لازم تكون في الأول عشان صيغة السؤال دلالة إن neither في الأول. أوكي okay. He doesn't understand, he doesn't study. هنعملها مرتين. neither مش في أول الجملة تبقى he neither understands nor studies. neither تشيل doesn't وهتجيب بقى اللي انت عايز تتكلم عليه في الجملة، لو understand و study انت present simple يبقى هي تدي s للverbs، يبقى he neither understands nor studies. مرة تانية nor شكل الكلمة نوع الكلمة قبل nor بيتكرر بعد nor. لو عملنا neither في أول الجملة يبقى هنعمل question form صيغة سؤال، يبقى neither does he understand nor does he study. مرة تانية neither does he understand nor does he study. طبعا ليه جبت does؟ هي جملة present ما عنديش فعل مساعد، يبقى استلف verb to do في present، عندك he تاخد does، يبقى تجيب does قبل he وراها مصدر الفعل، يبقى neither does he understand nor does he study. he's not sad, he's not lonely. هنا طبعا sad adjective و lonely adjective نفس الحكاية. he is neither sad nor lonely. شايفين is عامل مشترك بينهم، يبقى تيجي قبل neither وما تتكررش، يعني الاختلاف sad و lonely تبقى بعد neither. is تعود عليهم تبقى تيجي قبل neither وما تتكررش،
يبقى he is neither sad nor lonely. يبقى adjective plus nor plus adjective. حطينا neither في أول الجملة. يبقى هعمل question form، صيغة سؤال. هل عندي فعل مساعد يعمل سؤال؟ عندي is verb to be. يبقى give verb to be قبل subject. أعمل صيغة سؤال. الفعل قبل الفاعل. Neither is he sad nor is he lonely full stop. اوكي نيجي بقى لبوينت مهمة جدا. هقول لك neither احمد nor his friend. كويس؟ عايز اجيب verb. الاسم الاخير يحدد نوع الفعل. احمد ده اسم noun. His friend ده noun. مين الاسم الاخير؟ His friend. His friend ياخد is ولا are؟ ياخد is. يبقى his friend is absent. مرة تانية. Neither احمد nor his friend is absent. يبقى الاسم الاخير بيحدد نوع الverb. Singular ولا plural. His friend is absent. Neither أحمد nor his friends ده plural بقى. الاسم الأخير بيحدد نوع الفعل. يبقى his friends are absent. يبقى neither لما يكون وراها two nouns آخر noun يحدد نوع الverb. لو يبقى زي he she it ولا زي بقية pronouns. يبقى his friend is, his friends are. واضحة؟